فصائل الفلسطينية فاجأت القوات الإسرائيلية في قلب نقاط السيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. العديد من الأوساط المهمة الغربية وحتى العبرية تحدثت عن هذه التطورات، مثل البي بي سي وكذلك الجارديان، وحتى وزارة الدفاع الإسرائيلية نقلت تفاصيل ما جرى، والأمر كله مرتبط بما رأيناه منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة من اشتباكات كبيرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء. وكانت هنالك لقطات مصورة بهذا الشكل لطبيعة هذه الاشتباكات الكبيرة التي لا زالت هي مستمرة حتى هذه اللحظة. استخدمت القنابل، القوات الخاصة الإسرائيلية وغيرها، وكانت هنالك أيضا لقطات مصورة من قبل الجانب الإسرائيلي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، أوضحت ببساطة عن أدلة وكشفت عن أدلة عن أن هنالك مسلحين تابعين لحركة حماس يقاتلون داخل مستشفى الشفاء، وكانت هنالك لقطات مصورة منهم لهذه المدرعة التي ضربت من قبل عناصر حركة حماس، وهنا المسلحين لحركة حماس داخل مستشفى الشفاء يقاتلون الجانب الإسرائيلي. هنا لقطات أخرى لعدد من المسلحين الذين ينتقلون من مبنى إلى آخر من أجل الاستمرار في مقاومة القوات الإسرائيلية التي بدأت بمرحلة الاشتباك معهم كما نلاحظ، وحتى في محيط هذه المستشفى. وإذا ما أخذنا بعض اللقطات أو بعض هذه الصور لنتأكد من طبيعة هذا الموقع، ستشاهد هذا هو الشارع العام، وواضح بأننا أمام بوابة رئيسية لهذا المستشفى، وستلاحظ أيضا هذا المبنى الذي كان ظاهرا فيه إطلاق نار من قبل أحد عناصر الفصائل الفلسطينية في حركة حماس، وتلاحظ هنا الطريق وهذا الشكل المعين والمميز الذي سنستفيد منه في تحديد هذا الموقع وهذه البوابة لهذا المستشفى، وكذلك ظهور عناصر حركة حماس وهم ينتقلون من مبنى إلى آخر. هنا في هذا المبنى ستلاحظ أيضا بعض المباني تأتي بشكل مميز تسهل علينا معرفة إذا ما كانوا هم فعلا متواجدين في مستشفى الشفاء ويقومون بهذه الاشتباكات، مع النظر إلى هذه الأنابيب أيضا المميزة على هذا المبنى. وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن إلى القمر الصناعي بسرعة لكي نتأكد ونرى كيف تجري هذه الاشتباكات، نتجه مباشرة إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا هو مستشفى الشفاء، لنقوم بالتفافة بسيطة ونذهب إلى البوابة الرئيسية الموجودة في هذا المستشفى، وسترى بأن كل شيء يتطابق مع الصورة التي كانت ظاهرة أمامنا المصورة من قبل الجانب الإسرائيلي. كما نلاحظ هذه هي نفسها وهذا هو نفس المبنى، كل شيء متطابق كما رأينا الآن، وهذا يعني أن العنصر أو المقاتل في الفصائل الفلسطينية كان موجودا في هذا المبنى يشتبك مع القوات الإسرائيلية والقوات الخاصة التي كانت متجمعة تقريبا هنا في هذه النقطة. أما النقطة الأخرى فهي قريبة للغاية من هذه البوابة، تأتي إلى الشمال، وهذه هي النقطة الأخرى التي رأيناها قبل قليل، وستلاحظ بأن أيضا كل شيء متطابق مع ما رأيناها، المباني نفسها متطابقة، وهذه هي الأنابيب الموجودة في هذا المبنى، وهذا يوضح أن فعلا المقاتلين الموجودين هنا في الفصائل الفلسطينية كانوا يقومون بعملية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية إلى الغرب من هذه المستشفى، يحاولون التصدي لهم ويحاولون التصدي للقوات الإسرائيلية التي حاولت اقتحام المستشفى من البوابة الرئيسية. وهذا طبعا يعتبر خرقا كبيرا للغاية، لماذا؟ لأن القوات الإسرائيلية أساسا تسيطر على هذه المنطقة بالكامل، وهي كانت تسيطر على هذا المستشفى بالتحديد، ولكن الآن فجأة عشرات المقاتلين من حركة حماس ظهروا في هذه المنطقة، وواضح جدا أنهم عملوا بشكل سري لكي يتواجدوا في هذه النقطة. كذلك أن هنالك قياديا كبيرا من حركة حماس تواجد مع هؤلاء المقاتلين، وأيضا هم انتشروا بحسب التصوير القادم من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وما كان هو ظاهرا على الأرض من طبيعة الاشتباكات واللقطات، واضح بأن الفصائل الفلسطينية كانت قد انتشرت هنا في المدرسة الأمريكية، وكذلك انتشروا أيضا في هذه المناطق المحيطة بهذا المجمع الطبي المهم. وطبعا هذا الانتشار بالنسبة للفصائل الفلسطينية هو من أجل تشكيل طوق لحماية هذا المربع الذي انتشرت فيه الفصائل الفلسطينية بشكل عام، هذا المربع بأكمله، أي أن هذا الطوق هو لحماية هذه النقطة من أي اشتباك من قبل الجانب الإسرائيلي لكي يوقعوا أكبر الخسائر بالجانب الإسرائيلي.
الإسرائيلي في حالة اكتشاف إسرائيل لهذه النقطة وهذا الانتشار الكبير الذي جرى للفصائل الفلسطينية. وفعلا إسرائيل تمكنت من الحصول على معلومات استخبارية بأن هنالك عناصرا وقياديا من حركة حماس متواجدين في هذه المنطقة، وجاءوا فجأة وأرسلوا القوات الخاصة بهم ليقوموا بتطويق هذه القوات، وقاموا بإرسال كذلك العديد من العربات والمدرعات، وأرسلوا أيضا الطائرات المسيرة الخاصة بهم، وأرسلوا كذلك الطائرات الحربية من أجل تحقيق هذه الاستهدافات المطلوبة بالنسبة للجيش الإسرائيلي لإعادة السيطرة على هذه النقطة. لا بل إنهم طلبوا كذلك من المدنيين الموجودين في حي الرمال وكذلك المدنيين والمرضى الموجودين في مجمع شفاء بإخلاء هذه المنطقة بسرعة بسبب أنها تحولت إلى منطقة قتال خطيرة. وفعلا تم إخلاء مجمع الشفاء الذي جرت فيه هذه الاشتباكات، وبدأت إسرائيل باستهداف الطوق الذي تشكله هذه الفصائل الفلسطينية من أجل تدميره، واقتربوا طبعا بشكل كبير من هذا المشفى وقاموا بعملية محاصرته ودخلوا باشتباكات. حتى هذه اللحظة ليس واضحا إذا ما إسرائيل تمكنت من السيطرة على هذا المشفى. والفصائل الفلسطينية حركة حماس أساسا اليوم قبل ساعات قليلة كانت قد اعترفت وقالت بأنهم يقاتلون الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بمعارك ضارية للغاية، وبأنهم أوقعوا العديد من الخسائر بين صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وبين جريح. إسرائيل قالت بأن هنالك قتيلا واحدا من الجيش الإسرائيلي، وبأنهم تمكنوا من قتل عدد ما يقارب 20 من عناصر الفصائل الفلسطينية الموجودة في هذا المجمع وفي الطوق الذي يحاول حماية هذا المجمع، بالإضافة إلى القبض على 80 شخصا أيضا من الفصائل الفلسطينية، وكذلك تمكنوا من قتل قيادي مهم كان موجودا في هذه النقطة وهو فائق البحبوح، وهو مدير العمليات ورئيس العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حركة حماس كان موجودا هنا في هذا المجمع، وقالت إسرائيل بأنها تمكنت من قتله ولكن لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة على هذه النقطة. وهذه النقطة هي نقطة مثيرة للغاية في كل هذه المعركة، وهي تشد الانتباه بشكل كبير لأن هذه المنطقة كما تحدثنا من المفترض أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل. لاحظ هنا على سبيل المثال هذا هو ميناء غزة كما نلاحظ، والمستشفى الذي نتحدث عنه هو في هذه النقطة. إذا ما أخذنا صورة محدثة للوور مابر ستلاحظ بأن السيطرة هائلة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة. هذا هو ميناء غزة الذي ترونه، وبالتالي المشفى الذي نتحدث عنه يأتي بهذه النقطة تقريبا. وهذه منطقة كما نلاحظ كلها باللون الأزرق هي من شمال قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كبير، وكذلك أيضا تلاحظ أن هذه المنطقة تحولت إلى اللون الوردي، وقالوا بأن هذه تحولت إلى منطقة عسكرية خاصة بالجيش الإسرائيلي، وبأن هذه تعتبر نقطة أمنية عزلت شمال قطاع غزة عن الوسط وعن الجنوب، أي إنها منطقة آمنة للغاية. وهذه المنطقة والمستشفى تحديدا هو يبعد عن آخر نقطة لسيطرة الفصائل الفلسطينية ما يقارب 7.4 كيلومتر، وكذلك يبعد المشفى عن مخيم النصيرات ما يقارب 9.4 كيلومتر، مسافة لا بأس بها، مسافة كبيرة للغاية، سيطرة أمنية هائلة من المفترض أن تكون هنا. وهذا يوضح أن إسرائيل لا زالت حتى هذه اللحظة حتى في شمال قطاع غزة لا تسيطر على الأنفاق في هذا القطاع، أي أن الضربات كلها التي جاءت على الأنفاق لم تؤثر 100% أو تدمر 100% هذه الأنفاق، بالإضافة إلى ذلك إلى أن ضخ المياه أيضا لم يغير شيئا. وهذا على ما يبدو هو الذي استغلته الفصائل الفلسطينية، واستغلت الأنفاق الجواسيس الخاصة بها الموجودة طبعا من رجال الأمن التابعين لحركة حماس في هذا الحي وفي حي الرمال لكي يعيدوا السيطرة على هذه النقطة تحديدا، وأن يثبتوا سيطرتهم على هذه النقطة. والسيطرة على مستشفى الشفاء هو نقطة استراتيجية طبعا مهمة بالنسبة لهذه الفصائل، وهذا لاعتبارات كثيرة بأن هنالك طاقة كهربائية، كل مستلزمات العيش المهمة موجودة هنا، وبالتالي هم على ما يبدو سيطروا على هذا المشفى بهذا الشكل السري مع قائد مهم من حركة حماس من أجل تحويل هذه النقطة إلى نقطة قيادة ولإدارة العمليات الموجودة في شمال قطاع غزة. كما تحدثنا أن الأنفاق متاحة للفصائل الفلسطينية على
ما يبدو، وهذا يعني بأننا على ما يبدو أن هنالك عناصر للفصائل الفلسطينية تحت الأرض لا زالت موجودة في شمال قطاع غزة، وأنها بحاجة لقيادة لكي تقود هذه العمليات. خاصة في الأسبوعين الماضيين لاحظنا بأن حركة حماس كانت قد نشرت مقاطع لطائرة مسيرة خاصة بهم قامت باختراق هذه المنطقة ووصلت إلى بيت حانون وقامت باستهداف إحدى الثكنات العسكرية الخاصة بالجيش الإسرائيلي، أوقعت بعض الخسائر بين صفوف الجنود الإسرائيليين، وهذا يوضح أن الأمور في مشكلة، بأن الجيش الإسرائيلي في مشكلة ولا يسيطر على كل شيء، وأن الفصائل الفلسطينية تحاول من إتعاب ومشاغلة القوات الإسرائيلية حتى في نقاط السيطرة الأساسية لها. وهذا طبعا أيضا يوضح أن الفصائل الفلسطينية تركز على مسألة مهمة أخرى، هي أولا هي لا زالت مسيطرة كما هو معروف على رفح، لا زالت هنالك 4 كتائب موجودة تابعة لها وتابعة لفصائل فلسطينية أخرى موجودة في رفح، هي موجودة لا زالت في دير البلح، في النصيرات، في المخيمات التي تأتي في الوسط كما نلاحظ، هذه مناطق كلها لا زالت نوعا ما ولا زال هنالك الكثير من المقاتلين من الفصائل الفلسطينية متواجدين في هذه النقطة. الفصائل واضح أنها تستغل الضغط الأمريكي والخلافات الأمريكية مع حكومة بنيامين نتنياهو، وأيضا أنها استغلت مسألة أن جو بايدن يريد إدخال المساعدات، واستغلت مسألة أن جو بايدن أيضا لا يريد أي قتال خلال شهر رمضان على أقل تقدير إن لم تتحقق أي هدنة، وكذلك الضغط الذي يتعرض له بنيامين نتنياهو من معارضيه من الداخل حول كل ما يجري، يريدون أن تكون هنالك انتخابات، الانتخابات هو اليوم تحدث بشكل واضح ممكن أن تعطي انتصارا للفصائل الفلسطينية وأن تؤخر كل العمليات العسكرية لمدة 6 أشهر، وأن تكون هنالك أطرافا أخرى تستغل هذه المسألة، وبالتالي الفصائل الفلسطينية ببساطة لا هدنة لا تقدم إسرائيلي، وجدوا بأن هذه فرصة من أجل مشاغلة القوات الإسرائيلية ومحاولة إتعاب هذه القوات الإسرائيلية حتى في شمال قطاع غزة، وهذه ورقة خطيرة قد فتحت على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما قد يدفع الجانب الإسرائيلي إن لم يرى أي هدنة أن يخالف كل شيء وأن يتقدم مباشرة إلى رفح من أجل السيطرة على رفح، لأن السيطرة على رفح يعني نهاية السيطرة لحماس كحكومة في هذه المنطقة، إنهاء طبيعة هذه التخطيطات والاتصالات العسكرية والعمليات، وأبقاء فقط الوسط هو تحت سيطرة 4 كتائب فقط على المستوى الرسمي مع بعض القوات الموجودة المتفرقة هنا وهناك، ولكن طبعا رفح هي تعتبر نقطة رئيسية استراتيجية مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بكل تأكيد، خاصة وأن بنيامين نتنياهو لديه خطة قادمة لقطاع غزة يريد تطبيق هذه الخطة، تحدثت عن هذه الخطة العديد من الأوساط الإسرائيلية مثل الإسرائيل ريدار، يدعوت أحرنوت، وهذه الخطة ببساطة هي تتحدث بأنهم يريدون جعل، ونتنياهو يريد جعل قطاع غزة عبارة عن كيان منعزل عن إسرائيل، معزول عن إسرائيل، إسرائيل لا تتحمل مسؤولية هذا القطاع نهائيا على غرار سنغافورة وماليزيا عندما انفصلت سنغافورة عن ماليزيا، وبالتالي إسرائيل لا تريد إرسال نهائيا أي شيء لقطاع غزة إن كان على مستوى الوقود أو مستوى النفط، وأن تكون قطاع غزة وأن يكون قطاع غزة كذلك منزوعا للسلاح، لا يكون هنالك أي سلاح في هذا القطاع، وأن يكون مرتبطا أيضا بطريق بحري بقبرص وطريق بري بجمهورية مصر العربية، وأن يكون تحت الرقابة الإسرائيلية، وأن تكون هنالك حكومة محلية من قطاع غزة من طبعا أهالي غزة، وهذه يجب أن تكون مسيطر عليها، أو أن تكون في حقيقة الأمر أن تكون تحت إشراف هيئة دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية الأخرى، وأن تكون هنالك استثمارات عربية تحديدا من الإمارات العربية المتحدة في قطاع غزة، وبالتالي قطاع غزة سيكون نوعا ما النفوذ العربي فيه أكبر مقارنة بإيران وتقليل النفوذ الإيراني، وأن يكون هذا هو الشكل الجديد لقطاع غزة، لكن هذا لن يتحقق إن لم يكن هنالك تقدما باتجاه رفح، ولكننا واضح جدا أمام مخططات لصفحات أمنية جديدة سنراها في قطاع غزة إن ما فعلها طبعا بنيامين نتنياهو دخل في رفح وبدأ بإشعال المعارك بعد هذه التطورات الجديدة التي نراها اليوم شمال قطاع غزة.